خوتي السلام عليكم، تحياتي لكم. رانا في وايت شابل، هذا سوق فيه الجالية البنغالية. وايت شابل فيه كل الخيرات هنا، كل الأشكال وأنواع. في الجالية البنغولية هنا، هذا موج ذهب خوتي، شبه الذهب. أشياء هنا تباع مختلفة على باقي الدول. شوف شاف كيكومبر هذا ولا شنو؟ كيكومبر إذا كيكومبر وات إز إت؟ وات إز إت براذر؟ إز نو كيكومبر سيم لا تو كيكومبر؟ لا كيكومبر وات إز إت؟ إز ديفرنت ثانك يو براذر كوز ذا فيرست فيجيتابل يا إز نو كيكومبر كوز ذا فيرست تايم آي سي ذيس فروت براذر إز بانج فروم بنغلاديش أوكي إز لاك فاصوليا ذيس ون يا وات إز ذيس؟ هو بصلي فاصوليا ثانك يو براذر قرعه وسن قرعه يا عجايب يا خوتي شوفوا القرعه تاعهم كيف دايره ما شاء الله وين البلاد جزائر جزائر يس ذيس ذيس از زنجبيل يا اند ذيس وات از ذيس براذر ثاني هذا خضره خضره ازوال يا سبحان الله ولله في خلقي شو خوتي زنجبيل كركم هذا كركم 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 هذا كركم خوتي باذنجان ذيس نو باذنجان يا توبيل ذيس وان كيكومبر سبحان الله ذيس كيكومبر خضرة خضرة سي كوك ويذ سبحان الله ولله في خلقي شون قرعة يا سيم سيم ثاني سبحان الله اند ذيس وان سيم سبحان الله هذا زنجبيل 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 قرعه شوفوا القرعه تاعهم كيف دايره براذر واتس النيم اوف ذيس وات از ات بامكين ذيس وان سبحان الله ولله في خلقي شاون وي هاف ديفرنت وان يلو وان هير ذا جرين وان سبحان الله خضروات مختلفه هذا المانجو المانجو فيها اشكال انواع واشكال راكم من الجاليه البنغوليه بنغلاديش سلامكم سلامكم مكتوبة بالبنغولية شوف احترام اللغة والمجتمع هنا ومولتي كولتشر الثقافات المتعددة شوف فيه سواح فرنسيين يشرح لهم المحطة والثقافات المتعددة في هذه المنطقة طبعا فبالتالي هنا منطقة متعددة ثقافات وعليك السلام Have a lovely evening How are you doing? It's Bengali language yeah? Yes, أخبار free here Free language, can I have one brother? Absolutely. Say something to my viewer شكرا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سوق هذا يجوا كل الأشخاص يعني من كل الأقليات يجوا هذا المنطقة خاصة هنا اللي يشتروا الأشياء كما المانجو إلى آخره شوف المانجو بعدة بأنواعه شوف شحال تسوى هذه سوى 13 باوند فيها 3 كيلو شوفوا شوفوا ما شاء الله عندهم المانجو خاوتي شوفوا ها المانجو الإسباني جاك فوت جاك فوت اوكي سبحان الله انواع واشكال انواع سبحان الله ليمن فارس مختلف سبحان الله شكل فيرست تايم اي سي ذيس ليمن براذر ما شاء الله فروم بنغلاديش ولله في خلق شون السلام عليكم والله انواع الخضر والفواكه المختلفة هنا في هذا الحي طبعا الحي بنغلاديشي فيه جالية بنغالية سبحان الله بنغلاديشي جاك فروت ذيس ون جاك فروت وات از جود اباوت ذيس واتس ذا بينيفيت اوف ذيس فور هيلث فور هيلث And mango, which country? Bangladesh. All Bangladesh. All Bangladesh. Say something. Mini Bangladesh. Say something in Bangladeshi to the Algerian. Mini Bangladesh. Whatchapo. Assalamu alaikum. Assalam. How do you know the mango? Can you open one box for me, brother, to see? The good one, yeah? It's Pakistani. Pakistani. How much a box? £15. £15? Yeah. I seen Egyptian mango, Bangladeshi mango. Pakistani Bangladesh mango. Which one is it? Bangladesh. Bangladesh. Open the box for me, Bangladesh one. This one? Because I bought Egyptian, brother. Maybe another time I buy
ديفرنت سبحان الله. ويش وين سويتر؟ الجيريا فروم الجزائر. يا ويش وين از بيتر براذر؟ But it's not yellow, it's green. It's a yellow. And this one? Same. Okay, thank you, brother. Assalamu alaikum. Zlabiya, bi'u hatta zlabiya. Ah, zlabiya, kima ta'al blad, ah? Zlabiya. How are you, brother? Souk hada, wajadna shay mukhtalif. Korean corn dog, shof. Mukhtalif, shof l'anwar, subhanallah. You don't mind? Yeah, we don't mind. Brother, how are you? Yeah, I'm good. How long you been doing this? Yeah. How long have you been doing this for? We are from last October. October. Is that selling good? Yeah, alhamdulillah. And I can see it's halal. Subhanallah. Yeah, everything is halal. Isn't even Arabic? Yeah. All best, brother, inshallah. MashaAllah. طبعا خمسة جنيهات شوف. تجارة مليحة هذه خوتي. Thank you, brothers. Thanks. في حتى العطر هنا في سوق وايت شافل. السلام عليكم. فراولة فراولة ها فراولة how much brother one pound yeah one pound very cheap one pound ما شاء الله كله one pound yeah كله one pound هاي قرعة طبيعية عندهم قرعة مختلفة سبحان الله which country brother mango Pakistan. All Pakistan. This one as well? Africa. Which country in Africa? Mango. Okay, brother. خوتي انواع المانجو هنا مختلفة. يا خوتي هاي زلابية ها سبحان الله احنا نديروها غير في رمضان ها. هذه زلابية على الطريقة البنغولية. خوتي طبعا في هذه المنطقة عدة محلات تابعة للمسلمين شوفوا خوتي وربما المسجد الوحيد في المنطقة اللي يدير الأذان برا هذا المسجد ها شوف صورت لكم سنوات من هذا الأذان من هذا المسجد لكن إن شاء الله راح نصور لكم أذان العصر بعدين خوتي تابعوني طبعا رانا في حي متحد الثقافات كما تعلموا بريطانيا فيها عدة جاليات والجالية البنغولية هنا بكثرة خوتي الشيء العجيب هنا في محطة المترو مكتوب بالبنغولية شوفوا Whitechapel Station Whitechapel Station مكتوب بالبنغولية English and بنغولي سبحان الله شوفوا هنا كيف كانت 62 محطة في 62 في 74 إلى آخره هذا النساء تشتغل فهذا السوق هنا في واتشابل فيها عدة أقليات وجاليات هنا تشتغل وهنا واتشابل فيها عدة جاليات طبعا هنا مستشفى واتشابل هنا معروف هذه بلدية كانت تاور هاملت من أفقر البلديات هنا في لندن هذا مستشفى فيه الهليكوبتر للحالات العاجلة طبعا هنا يكون واحد في حوادث يجيبوه لهذا المستشفى الهليكوبتر وانت تنزل يعني سنوات مضت كانت يعني منطقة هذه فقيرة جدا ولكن الآن طورت بفضل المساعدات وهذا كله بعد الألعاب الأولمبية التي جرت بلندن في 2012 هذه أحصنة الشرطة شوفوا كل حاجة منظمة هنا أخوتي